خش يا عم احمد في الصفقه بتاعت الراجل اللي بيقول لك الواد البرازيلي ده فعلا رصدله 4 مليون دولار. هو ده اللي الصحف البرتغاليه فعلا قالت عليه، قالت ان الرقم المبدئي للنادي الاهلي ابتدى يتكلم فيه 4 مليون دولار، لكن رئيس النادي بيطمح ويطمع في 10 مليون دولار. وده كلام احد الوسطاء من هنا لهنا، ورئيس نادي البرازيل يمكن طلع في تصريحات بينفي ان في وصول عرض رسمي، ولكن بمنتهى الامانه اللاعب في بوره اهتمام النادي الاهلي من اللعيبه المميزين، 25 سنه وبيلعب جناح وتحت راس حربه وبيلعب كمان في مركز 10، فأعتقد الصفقة دي هيبقى فيها كلام كتير الفترة اللي جاية. طيب ده بالنسبة طب برضه اللي بيسألوك هل في صفقات تانية؟ في أكتر من صفقة، لأن أنا بقولت يعني يمكن فيتوريا حدد مراكز لعيبة كتير، ظهير أيمن وظهير أيسر ولاعب وسط ولاعب في مركز 10 ومهاجم، ويمكن كابتن محمود في الخطيب واحد، كان انا شايف مؤاخذة يا احمد، في واحد بيقول لك اليكس بيونج. مين اليكس بيونج ده؟ في لاعب جابه الاهلي اسمه اليكس بيونج؟ إليكس يونج؟ اليكس يونج لا ما اعرفش الاسامي الجميله دي. بيقول لك هل كم؟ يقصد لاعب باسكت جايز؟ اليكس يونج في لاعب لاعب اليكس يونج ده كان لاعب باسكت في الاهلي اعتقد. بيقول لك كان بيلعب في اسرائيل. لا اليكس يونج ده كان لاعب باسكت في النادي الاهلي، يمكن الاهلي فسخ تعاقد معاه وقت كورونا. لا هو بيقول اليكس يونج. بيقول لك كان بيلعب في اسرائيل وبيضحك. واحد اسمه احمد مش عارف ايه، اتاكد لنا. بص خلينا نحترم الناس، الاخ احمد ده بيقول انه اليكس بيونج ده كان بيلعب في اسرائيل وبيضحك، اتاكد لنا قبل ما نهينه او نتطاول عليه او نشتمه، رغم ان احنا مش بتوع كده يعني. نتاكد الاول لو كان بيلعب في اسرائيل يبقى ده كلام تاني، زي ما قلنا الكلام هنا لازم نقول هنا، لان ده موضوع ما فيهوش فصال. ما كان بيلعب في اسرائيل يبقى يخش بقى ايه في قصه ابو ليا. الدكتور احمد عادل بيقول لي صح يا عبد الناصر، وحصل خلاف ومشوه. ارجو من الاهلي ومن الزمالك ومن كل الفرق. شكرا يا استاذ احمد على المعلومه، شكرا على هو معلومه. لاعب، ما انا بقول لك لو اليكس يونج ده كان لاعب اسرائيل والنادي الاهلي فسخ تعاقده معاه وقت غير كورونا. بس قعد سنه في الاهلي، ولذلك انا قعد من سنة، هنا قعد تقريبا موسم بس ما شاركش كتير، ما اعرفش بقى هل لعب الدوري الاسرائيلي ولا لا، لا ممكن يكون كويس الدكتور اعتقد. احمد عادل بيقول هو في الاصل لاعب امريكي، وكان بيلعب في اسرائيل، امريكي الجنسيه، وكان يعني مش اسرائيلي لكن امريكي الجنسيه، وكان بيلعب لا في هو اسرائيل. كان أمريكي. امريكي الجنسيه وكان بيلعب في اسرائيل. يا جماعه يا ريت، ارجوكم ارجوكم نرجع تاني لرفض هذا الموضوع شكلا وموضوعا، في الاهلي في الزمالك في الدنيا كلها. وحتى ان حصلت اخطاء ما فيش احتراف في الملف ده، اللي بيلعب في اسرائيل لا تعامل معاه، لا، علشان الرسالة بتاعتنا توصل، مش عشان خاطر هتقول لي ده احتراف وهو ماله ده أمريكي الجنسية ومايوكا مش عارف كان غني الجنسية. الاتنين واحد، زي ما الزمالك تعاقد مع مايوكا وقلنا عار، برضه تعاقد الأهلي مع إليكس بيونج ده بتاع السلة عار. عشان كده بشكر الأستاذ أحمد الزملكاوي اللي قال لنا المعلومة، عشان نبقى ناس محترمين، وزي ما اتكلمنا هنا نتكلم هنا. هذا عار وعيب، ولازم نقفل الصفحة دي، وأنا لن أسكت عن هذا الملف ثانية. والنادي اللي هيتعاقد مع حد جاي من إسرائيل ههزقه وأفرج على الدنيا كلها. تفضل يا أستاذ أحمد. طبعا اكيد يعني احنا اكيد بنساند وندعم هذا الملف، واكيد بنرفض اي خروج ايا كان الخروج ده منين او فين، لكن خليني بس اوضح الناس برضو اللي بتكتب تعليقات، يعني اكيد كلنا بنحب ان احنا نساند وندعم القضيه الفلسطينيه، اكيد كلنا بنحب وبندعم الوحده العربيه، كلنا بنرفض اي خروج عن النص، كلنا بنرفض اي امور غير اعتياديه حتى لينا سواء اهلي او زمالك، عشان بس الامور ما تاخدناش لقصه اهلي او زمالك او نادي على حساب نادي بس. لان التطور الطبيعي بعد ما تتعاقد مع واحد جاي من اسرائيل انك تتعاقد مع اسرائيلي، وان الاسرائيليين يتعاقدوا مع مصريين. احنا من مميزات الشعب المصري انك انت عندك الدولة على المستوى السياسي عاملة معاهدة كامب ديفيد،
لكن التاريخ من سنة 76 لغاية دلوقتي بيقول ان الشعب المصري والمصريين رغم وجود المؤهدة ولكن هناك رفض شعبي لكل انواع التطبيع لتصنع الدولة سياسيا كما تريد. لكن انا كمصري وانت كمصري وانت كمصرية واختي المصرية وام المصرية حتى الموت لا تطبيع مع اسرائيل، ومن يطبع يتنفخ ويتفضح. نرجع للصفقات يا استاذ احمد. نرجع للصفقات، فخلينا نقول بمنتهى الأمانة فيتوريا محدد بعض المراكز، يمكن هو الوقت بس قليل علشان يبدا يفاضل، هو في لعيبه كتير امير توفيق ابتدى يتحرك ويجيب معلومات كتير عنها، يمكن الوقت قليل علشان يبدا فيتوريا يحدد بعض اللعيبه، ولكن هو عنده برضه بعض الترشيحات من سواء من لعيب من الدوري البرتغالي او من انديه برازيليه بحكم انه يعلم هذه اللعيبه. من المفترض ان يكون في اجتماع تنسيقي ما بين امير توفيق وفيتوريا، ولكن بمنتهى الامانه الوقت ضيق جدا جدا جدا، ولكن علمت ان شركه الكوره هتجتمع مع سواريش خلال الفتره القادمه، سواريش هيجتمع مع لجنه الكوره علشان علشان في وجود امير توفيق عشان يبدا نادي الاهلي يتحرك في هذه الصفقات، وربما يكون التعاقد مع اكثر من 4 أو 5 مراكز، وهيكون فيهم يعني اكثر من لاعب ربما لا يحمل الجنسيه المصريه، لان النادي الاهلي بيعيد هيكله هذا الملف بشكل واضح مع شركه الكوره يعني. لكن اتقال اسامي كتيره، دوري محلي وبعض اللعيبه، لهذا الامر مجرد اجتهادات عشان تكون الامور واضحه يعني. طيب الاستاذ محمد سمير بعت لك سؤال بيقول لك هل نادر السيد كلم امير توفيق علشان ابنه يروح الاهلي؟ لا 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 خالص خالص، هذا الكلام عارف تماما من الصحة. ابن نادر السيد لاعب في منتخب الشباب ومعارض لأحد الأندية خارج الدوري المصري، وهو يمكن حتى اتكلم وقال أنا طالع باخد تجربة احترافية بحثا عن المشاركة وإن أنا عايز أعمل اسم لنفسي، ولم يعرض نادر السيد ابنه على النادي الأهلي ولا النادي الأهلي لم يتحرك لضم ابنه، يعني مفيش هذا الكلام تماما يعني. طيب ده بالنسبة للصفقات يا جماعة، أحمد دايما بيتكلم في الأمور الرسمية، وتفاصيل الصفقات بناخدها يوم الثلاث مع موقع كل الكورة بمزيد من التفاصيل. طيب أروح لبيان النادي الأهلي أو الخبر اللي جانا بتاع القضايا الجديدة، والمستشار محمد عثمان ماذا سيفعل خلال الأيام القادمة، الخبر اللي وصل إلينا من النادي الأهلي يا أستاذ أحمد. يعني خليني اقول برضو النادي الاهلي يا عبد الناصر بيسلك كل الامور الخاصه بالدفاع عن حقه بمنتهى الامانه. ليه برضو الناس عشان تبقى متخيله، النادي الاهلي دايما يا استاذ عبد الناصر بيحترم الكل، ونادي الاهلي حتى لما بيطلع تصريحات بتبقى خارجه من حد مسؤول، زي مثلا النهارده قبل ما اتكلم برضو استاذ محمد عثمان، الاهلي تقدم بشكوى ضد رئيس نادي الزمالك وقناه نادي الزمالك او من خلال بلاغ ليه المجلس الاعلى للاعلام او المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، وده ضد قناه الزمالك لمخالفه الاعراف والمواثيق وضوابط العمل الاعلامي ومدونه سلوك الاعلام الرياضي لما جاء على لسان رئيس نادي الزمالك في مداخلاته التليفونيه مؤخرا مع القناه، وما تضمنته هذه المداخلات من تجاوزات وسب واتهامات باطله والفاظ خارجه يعاقب عليها القانون، وتضمنت شكوى النادي الاهلي ان هذا فضلا عن قيام رئيس نادي الزمالك بالخروج عن قيام المجتمع المصري والايصال لسمعه العائلات ومواظفات البعض بالسخريه من احكام القضاء الواجبه النفاذ. ده يمكن خبر النادي الاهلي نزله لتوضيح بعض الامور للراي العام وتقديمه بشكوى جديده ضد قناه نادي الزمالك للمجلس الاعلى للرقابه على الاعلام. وهنا ليه برضه؟ لان النادي الاهلي بيتحرك زي ما انا قلت بالدفاع عن حقه بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب علشان الامور تكون واضحه للكل.